أهلا بكم إلى المشهدية وفي مشاهدها. الاحتلال ينكل بالأسيرين محمود العارضة وخضر عدنان أيو صلاف. 25 حزبا موريتانيا تتنافس في انتخابات تشريعية نحو من تميل الكفة. والتلوث يضرب ثلث الأمريكيين وأغلبه في مناطق الأمريكيين الأفارقة. لماذا؟ والتنميل المفاجئ لليدين والقدمين هل ينبه إلى وجود حالة مرضية؟ عدنان والعارضة هما ليس أول الحكاية ولن يكونا آخرها. حكاية بدايتها إيمان وقضية وانتماء، وفي تفاصيلها ألم ووجع وعذاب وصمود، وفي نهايتها حتمية الانتصار. هكذا هو تاريخ الأسرى الفلسطينيين، لكل منهم روايته الخاصة في مقارعة الاحتلال. يقاتل خضر عدنان مجددا بجسده وعروقه ودمه الاحتلال، يقاوم بأمعائه الخاوية، يتحدى الجوع أو بالجوع الاحتلال. يضعف الجسد لكن تتصلب الإرادة، تتمسك بالحرية حتى لو كانت متمثلة في الشهادة، فهي ستكون الأسمى والأعلى. ويصمد محمود العارضة في زنزانته، يجد في الوحدة شريكا وفي العزل أنيسا، يريده الاحتلال منهارا فيزداد عزما وإرادة على النهوض. تفشل كل محاولات التنكيل، فكما كان في نهاية النفق حرية، يدرك العارضة أن نورا جديدا مقبل غير مدبر مهما فاض الاحتلال في تجبره وتعجرفه. أمام هذه المشهدية سنطرح سؤالين رئيسيين. أولا، لماذا يتقصد الاحتلال التنكيل بالأسيرين خضر عدنان ومحمود العارضة؟ وثانيا، ما موقف المقاومة مما يجري مع الأسيرين وكيف سترد؟ للحديث أكثر يسعدني أن أستضيف السيد ياسر مزهر، ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، وهو معنا من غزة. سيد ياسر، أهلا وسهلا بك معنا. بداية، بطبيعة الحال نود أن نعرف ما هو جديد وضع الشيخ خضر عدنان. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد يعني وضع الشيخ خضر عدنان غاية في الصعوبة، حيث الآن أصبح أقرب للشهادة من الحياة، حيث أنه يعاني من غيبوبة متكررة، لا يستطيع الوقوف على قدميه، هناك نزل من وزنه أكثر من الثلثين، أوضاع خطيرة جدا جدا، حذر الأطباء من فقدان حياته في أي لحظة. تم نقله إلى مشفى برزلان أكثر من مرة، لكن هذه المشافي الصهيونية ترجعه إلى عزل ما يسمى سجن الرملة، بسبب أنه الشيخ خضر عدنان يرفض عمل فحص طبي. حتى هذه اللحظة، على مدار 84 يوم من الجوع والآلام والعذاب والجوع، والشيخ خضر عدنان يرفض عمل فحص طبي، يرفض أخذ أي نوع من أنواع المدعمات. هو صاحب إرادة وعزيمة وتحدي، وصاحب مشروع جديد في هذا الإضراب، أو معادلة جديدة في هذا الإضراب. الشيخ خضر عدنان اليوم يفرض معادلة جديدة للصراع مع هذا العدو المجرم، وهو رفضه للاعتقال التعسفي. وهذه لأول مرة أختي العزيزة، منذ عام 67 إلى اليوم نسمع ونشاهد أسير فلسطيني قائد أحد رموز المقاومة يقول الشعب الفلسطيني أنه يضرب ضد الاعتقال التعسفي. لن يمر علينا في يعني في الحركة الوطنية الأسيرة أن أسير يعني أضرب ضد الاعتقال التعسفي. اليوم خضر عدنان يريد أن يفرض معادلة جديدة، وهي رفضه للاعتقال التعسفي، كما رفض الاعتقال الإداري على مدار 5 مرات، أضرب ضد الاعتقال الإداري ونجح وكسر الاعتقال الإداري، وخطأ على خطأ أكثر من 400 أسير فلسطيني داخل سجن الاحتلال من المعتقلين الإداريين، خطوا على خطأ ونجحوا وقد انتزع حريتهم من بين أنياب هذا العدو الصهيوني، كما انتزع خضر عدنان. خضر عدنان في عام 2012 فجر معركة الأمعاء الخاوية. اليوم من جديد خضر عدنان يرفض الاعتقال التعسفي، يرفض هذا المحتل الذي يهود الأقصى ويقتحم الأقصى صباحا ومساء، ويوسع المستوطنات ويقتل أبناء شعبنا الفلسطيني في محافظات الضفة وفي غزة، ويخصف غزة
اليوم خضر عدنان يرفض هذا المحتل جملة وتفصيلا. لذلك اليوم هو مستمر في إضرابه ويريد كسر الاعتقال التعسف. طيب سيد ياسر، انطلاقا من وضعه الصحي اللي قلت لي قريب أو أقرب إلى الشهادة، إذا ما نظرنا يعني بالتواريخ، بالعام 2004 أضرب 25 يوم، بالعام 2011-2012 67 يوم، 2015 58 يوم، 2018 54 يوم، 2021 25 يوم، وهذه السنة 2023 هو الإضراب الأطول، نتحدث قريب 90 يوم. بداية، هل يعني هذا التعنت لأنه مر كل هذه الأيام ولم يتم يعني الإفراج عنه كما في السابق، ما سر هذا الرقم الكبير؟ هل تريد فعلا أن تصل إسرائيل بما هو أسوأ وهو الشهادة ربما للشيخ خضر عدنان؟ نعم، يعني العدو الصهيوني يريد كسر الشيخ خضر عدنان كما كسرهم في الاعتقال الإداري والإضرابات السابقة. اليوم العدو الصهيوني يتعامل مع خضر عدنان رأس برأس، لذلك هو يريد أن يكسر عزيمة خضر عدنان، يريد أن يقتل خضر عدنان ببطء. وما شاهدناه في المحاكمات السورية، هذه المحاكم التي تعبر عن مسرحية لدى هذا العدو المجرم، هو يعلم يعني الوضع الصحي الخطير لخضر عدنان، إلا أنه يماطل بالإفراج عنه حتى بكفالة مالية إلى يوم المحكمة. العدو الصهيوني أجل محكمة خضر عدنان أكثر من مرة، هذا التأجيل هو يريد به قتل الشيخ خضر عدنان، قتل معنويات خضر عدنان، قتل عائلة الشيخ خضر عدنان ببطء. هو يريد كسر وعزيمة وإرادة وتحدي خضر عدنان. لكن أنا أقول لكل أبناء شعبنا الفلسطيني ولكل الأمة العربية والإسلامية أن خضر عدنان صاحب إرادة وعزيمة وتحدي، ونحن في انتظار انتصار جديد يحقق خضر عدنان على هذا العدو المجرم، كما عودنا خضر عدنان في 5 مرات سابقة وانتزع حريته من بين أنياب هذا العدو الصهيوني. اليوم خضر عدنان نحن ننتظر إما الانتصار الحقيقي وهو الشهادة في سبيل الله، أو الانتصار على هذا السجان وانتزاع. لكن لماذا الإسرائيلي متعنت يعني سيد ياسر؟ هل نظرا لوضعه الصحي ويرى أنه ما زال قادر على التحمل، أم نظرا للظروف السياسية ربما؟ لا، هو أولا يعني لا يعرف هذا العدو الصهيوني ما مدى صحة خضر عدنان، لأن خضر عدنان أختي العزيزة يرفض عمل فحص طبي من أجل أن يجعل هذا العدو لا يعرف شيء عن وضعه الصحي. لذلك هذا هو أحد أسباب رفض خضر عدنان لفحص طبي، هو يعني الوضع الإقليمي والدولي. أيضا يعني لا ننسى أن خضر عدنان هذه المرة هو العدو الصهيوني يقول أن لديه لائحة اتهام تتكون من 25 بند، ونحن لا نستطيع الإفراج عنه، ولن يمر علينا قبل ذلك أن أسير اعتقل وأضرب ضد الاعتقال التعسفي. لذلك هو يماطل حتى اللحظات الأخيرة، على الرغم من وضع خضر عدنان الصعب للغاية والوضع أنه وصل إلى مرحلة الموت الحقيقي، كما أبلغ المحامي وكما أبلغ الأطباء، أبلغ خضر عدنان أنه ممكن أن يفقد حياته. إلا أن هذا العدو المجرم هو يعني يرتكب جريمة مركبة، أولا بعدم نقل خضر عدنان إلى مشفى مدني حتى لا يشاهده أبناء شعبنا الفلسطيني وكل أحرار العالم، أيضا من أجل قتل خضر عدنان يعني بالبطء أو بالبطيء، وهذا هو أحد الأسباب. وأسباب أخرى إن هذه الحكومة هي حكومة عنصرية متطرفة، تريد قتل أبناء شعبنا الفلسطيني، تريد قتل خضر عدنان، تريد يعني اليوم إذا ما عدنا سيد ياسر إلى الهدف الأولي والأساسي لاعتقال الشيخ خضر عدنان، هو كان بهدف خلق شرخ كبير بين يعني التنظيمات الفلسطينية وإفراغ الساحة حقيقة من القيادات الفعالة في الضفة. هذه الإطالة، هل يعتقد المحتل أنه إذا ما أفرج عن خضر عدنان الشيخ خضر عدنان في هذه الأثناء ستكون جرعة دعم قوية وإضافية للمقاومة وفصائل المقاومة بالضفة، ولهذا يعني يماطل إلى الحد الأقصى الذي يستطيع فيه بالحالتين سواء الشهادة أم حتى المماطلة، هذا سيؤثر مباشرة على تنظيمات المقاومة في الضفة؟ نعم، أولا هي جرعة معنويات لأسران الأبطال داخل سجون الاحتلال، 5000 أسير داخل سجون الاحتلال ولكل الأسرى الذين يتم اعتقالهم، حيث أن كما تحدثت
أن إذا نجح خضر عدنان في هذا الإضراب، ونحن على يقين تام أنه سوف ينجح خضر عدنان في كسر إرادة هذا العدو المجرم، سيخطي على خطى المئات بل الآلاف من الأسرى والمعتقلين. هذا واحد. اثنين، هي جرعة للمقاومة، لأن خضر عدنان هو أحد أبرز قيادات الشعب الفلسطيني وأحد أبرز قيادات المقاومة في الضفة المحتلة. اعتقال خضر عدنان يأتي من أجل إفراغ الضفة المحتلة ومدن الضفة المحتلة، لأن خضر عدنان يجول ويصول في كل محافظات الضفة المحتلة، وله بصمة في كل مكان، في كل بيت شهيد، في كل بيت أسير، في كل مصيرة تخرج، في كل تشييع جنازة شهيد يكون موجود خضر عدنان ويلقي الكلمات. هو يريد إفراغ ساحة الضفة المحتلة من كل قيادات الشعب الفلسطيني، وعلى رأسهم خضر عدنان، لأن خضر عدنان يمثل المقاومة الفلسطينية. شاهدنا خضر عدنان عندما كانت تقصف غزة بالطائرات وتقتل أبنائها ونسائها وأطفالها في أربع حروب خاصة في معركة وحدة الساحات. شاهدناه يصول ويجول في كل محافظات الضفة، يخرج المسيرات ويكون أول من يخرج وينادي بغزة وبمقاومة غزة ويدعم مقاومة غزة. لذلك اليوم هو يعني العدو الصهيوني يعاقب ويحاسب خضر عدنان على كل ما فعله. ولذلك نحن أمام شخصية كبيرة من المقاومة الفلسطينية، وهو أيقونة الشعب الفلسطيني، الشيخ القائد خضر عدنان، الذي مرغ أنف العدو على مدار سنوات طويلة، على مدار 13 اعتقال قبل ذلك اعتقل خضر عدنان، منها 5 مرات اعتقل وأضرب ضد الاعتقال الإداري وانتزع حريته ومرغ أنف العدو في التراب. نعم، ابقى معنا سيد ياسر مزهر. قبل استكمال الحوار نتوقف مع هذا العرض بشأن سجون الاحتلال الإسرائيلي التي تصنف بين الأسوأ عالميا. لدى إسرائيل 16 سجنا رسميا في فلسطين المحتلة، أبرزها سجن عسقلان، وهو يعد من أكبر سجون الاحتلال، وقد أنشئ في عهد الانتداب البريطاني وحولته إسرائيل إلى سجن يحتوي على مركز للتحقيق، سجن جلبون المسمى عند الاحتلال صندوق الخزنة، ويعد من أكثر السجون الأمنية، وبرغم ذلك تمكن أسرى نفق الحرية من انتزاع حريتهم منه. سجن شطة بحسب إسرائيل، فأن كل من يوضع داخل هذا السجن مصنف بأنه على مستوى عال من الخطر. أما سجن رامون فهو للأسرى ذوي الأحكام العالية ويحتوي على زنازين للعزل. السجن السري 1391، تلف هذا السجن السرية العالية والغموض الشديد، وقد حذفت الرقابة الإسرائيلية كل المعلومات التي تتعلق بموقع هذا السجن، وتنتهك في داخله كافة القوانين والمواثيق الدولية على نحو فظيع. إلى جانب السجون ثمة مراكز ومعسكرات تحقيق وتوقيف إسرائيلية عديدة، أبرزها مركز تحقيق الجلمة ذو الطبيعة الأمنية الشديدة ومركز بياتح تكفى الذي أنشئ للتحقيق العسكري مع الأسرى، حيث جهز من دون أي شبابيك لغرفه وزنازينه. هناك أيضا معسكر سالم للتحقيق ومركز أو مركزا حوارة وعتسيون، اللذان يدرجان ضمن أسوأ مراكز التوقيف، وهذا غيض من فيض الاحتلال لمراكز الاعتقال وتعذيب الفلسطينيين. أعود إليك سيد ياسر، انطلاقا من هذا الواقع أدخل معك إلى ما تعرض له الأسيران محمد ومحمود العارضة، وتم يعني أخذ ممتلكات الأسير محمود العارضة وما كان يكتبه، أقلامه وأوراقه كل مدوناته. بداية، ما الذي كان يكتبه؟ هل في من معلومات حول شيء معين كان يكتبه أو يوثقه حتى تم يعني مصادرة كل شيء بهذه الطريقة؟ يعني نعم، يعني بالتأكيد يعني محمود العارضة ومحمد العارضة وأيهم ومناضل وزكريا وكل الأسرى الذين نفذوا يعني عملية انتزاع الحرية أو نفق الحرية أو الطريق القدس كما سماه الأسير محمود العارضة، هم جميعا يكتبون يعني دائما ويكتبونهم داخل زنازينهم عن تجربة عملية الهروب الكبرى التي مرغت أنف العدو في التراب. يكتبون عن 9 شهور وهم يحفرون في الصخر حتى نجحوا في حفر هذا النفق الطويل، والذي نجحوا في تمريغ أنف العدو في التراب وكسر المنظومة الأمنية الصهيونية. العدو الصهيوني يتعامل مع محمود العارضة ومحمد العارضة وإخوانهم وإخوانهم بأنهم أخطر الأسرى داخل سجون الاحتلال، وهناك
في كل سجن مكتوب أسماء هؤلاء الأسرى، أنهم من أخطر المعتقلين داخل سجون الاحتلال، وأن لهم تجارب كثيرة في عمليات الهروب، لذلك هم يركزون عليهم بشكل كبير. واليوم هم على مضض منذ تم إعادة اعتقالهم، في اعتقالهم بعد عملية نفق الحرية، وهم يعني يعيشون أوضاع صعبة جدا، أوضاع غاية في الصعوبة، يعيشون في زنازين لا تصلح للعيش الآدمي. هناك اقتحامات وتفتيش على مدار الساعة، هناك كاميرات مراقبة داخل زنازينهم على مدار الساعة، هناك أوضاع خاصة لدى هؤلاء الأسرى الأبطال، لا يسمح لهم بالزيارة، لا يسمح لهم بالتعامل مع أي أسير بجوارهم حتى لو كان أسير جنائي أو أسير فلسطيني. هؤلاء الأسرى 17 أسير موجودين حتى هذه اللحظة في ظروف غاية في الصعوبة. سيد ياسر، يعني واضح انه رغم انه نحن نقترب يعني من الذكرى الثانيه لهذه العمليه، واضح انه العدو لديه حقد وغل يتعامل معه او مع من قاموا بهذه العمليه، وتحديدا قائده محمود العارضه. اود الحديث معك انطلاقا مما كنت تتحدث به لناحيه الظروف اللي يعيشون فيها الاسرى او تمر عليهم، خاصه ابطال نفق الحريه، وحتى تكرار الاضراب عن الطعام كما يحصل الان مع الشيخ خضر عدنان، كل هذا تاثيراته النفسيه والجسديه والصحيه عندما يكون الامر بشكل متكرر. يعني أنا أريد أن أقول أن حتى هذه اللحظة العدو الصهيوني لم يفيق من عملية انتزاع الحرية، عملية نفق الحرية، عملية طريق، حتى هذه اللحظة هو يحاول أن يلملم مياه وجهه بعد هذه الضربة الغير مسبوقة من قبل 5 أسرى من حركة الجهاد الإسلامي وأسير من حركة فتح، بالإضافة إلى 6 أسرى من أسرى حركة الجهاد الإسلامي ساعدوا في حفر هذا النفق. حتى هذه اللحظة العدو الصهيوني يفكر ليلا ونهار كيف نجحوا هؤلاء الأسرى الأبطال، أبطال نفق الحرية، في عملية حفر نفق على مدار 9 شهور وهم لم يكتشفوا. شكلوا لجان كثيرة بعد هذه العملية، كان على رأس هذه اللجان هو جلعاد أردان المتطرف الذي هو متدين، وهو يعني من هذه الحكومة العنصرية المتطرفة. هذه اللجان التي كان على رأسها جلعاد أردان أوصى أن هؤلاء الأسرى أسرى يعني نفق الحرية يجب أن يقتلوا، يجب أن يعدموا، أن هؤلاء الأسرى لا يستحقون الحياة، يجب معاقبتهم، يجب عزلهم عن العالم الخارجي. حتى في اللحظة يشكلون لجان من أجل معاقبة ومحاسبة هؤلاء الأسرى. على كل الأحوال إن الأسير الأسرى أسرى نفق الحرية أو الأسير خضر عدنان لم تهزهم هذه اقتحامات زنازينهم أو إضراباتهم الفردية أو الجماعية، هم أصحاب تجارب كبيرة. أختي العزيزة، اليوم نتحدث عن محمود وقرب من 30 عام داخل سجون الاحتلال، عندما نتحدث عن خضر عدنان أمضى سنوات داخل سجون الاحتلال، لذلك هم أصحاب تجارب كبيرة ولم يستطيع العدو الصهيوني كسرهم مهما فعل معهم، لا حتى لو اقتحم الزنازين وصادر الأوراق ولم يعالج خضر عدنان ولم ينقله. هؤلاء الأسرى الأبطال هم أصحاب تجارب، هم قيادات في الحركة الوطنية الأسيرة، وهم رموز الشعب الفلسطيني، لذلك لا يستطيع العدو الصهيوني كسرهم أو كسر إرادتهم وتحديهم لهذا العدو الصهيوني. هم يعلمون أنهم هم في معركة دائمة ومفتوحة مع هذا العدو الصهيوني، هم خط الدفاع الأول عن كل الشعب الفلسطيني في هذه المعركة المفتوحة. سيد ياسر مزهر، كونك يعني ممثل حركة الجهاد الإسلامي، الجهاد ما الذي تقوم على هذا الصعيد فيما يتعلق بالأسرى؟ يعني أنا أقول لك أختي العزيزة أن حركة الجهاد الإسلامي هي تضع يعني قضية الأسرى على سلم أولوياتها، صباحا ومساء هي تتابع ما في داخل سجون الاحتلال عن كثب، تتابع بشكل يومي بكل ساعة بساعة، تتابع اضراب الشيخ خضر عدنان، تتابع قضية الأسرى نفق الحرية، وتقوم يعني تقوم بزياراتهم على بشكل دوري كل اسبوع او 10 ايام متى يسمح العدو الصهيوني بزيارتهم نزورهم، نقوم نحن بالتعاون ننظم الفعاليات الداعمة والمساندة لهم. يعني نحن حتى يعني على مدار شهر نقيم خيمة دعم واسناد امام مقر الصليب الأحمر، دعما واسنادا للشيخ القائد أيقونة الشعب الفلسطيني
محمود خضر عدنان والأسير وليد دقة المريض مرض السرطان وأسرى نفق الحرية دائما يعني يوم يعني نظمنا معرض كبير للأسرى الفلسطينيين، يعني جدار أحد جدران المعرض هو يعني يحتوي على صور أسرى نفق الحرية بشكل كامل. يعني نحن نتابع عن كثب كل ما يحصل داخل سجون الاحتلال، والمقاومة الفلسطينية تتابع عن كثب كل ما يحصل مع خضر عدنان أو مع الأسير محمود العارضة ومحمد العارضة وأيام ومناظر وكل أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال. كل الشكر لك سيد ياسر مزهر، ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، كنت معنا من غزة. المشهد السياسي من موريتانيا، حيث انطلقت الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية والجهوية والمحلية التي تنظم في 13 من أيار مايو المقبل. 25 حزبا تتنافس ضمن أكثر من 2000 لائحة انتخابية لنيل ثقة 1,700,000 ناخب موريتاني. وتجري الانتخابات بعد إدخال تعديلات جديدة على نظام الاقتراع، أهمها اعتماد النسبية في الانتخابات المحلية والجهوية، واعتمادها أيضا لانتخاب نصف مقاعد البرلمان. ويسعى حزب الانصاف الحاكم الى المحافظه على اغلبيه مقاعد البرلمان، لكنه سيواجه منافسه من احزاب صاعده داخل الائتلاف الداعم للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. بعض احزاب المعارضه ابدى خشيته من حدوث تزوير في الانتخابات، كحزب اتحاد قوى التقدم الذي يمثل اليسار الموريتاني، وحزب التجمع الوطني للاصلاح والتنميه الاسلامي. وحول هذه الحملة التي بدأت معنا الصحافي الموريتاني أحمد ولد كركوب، الصحافي الموريتاني وهو معنا من بلجيكا، أهلا وسهلا بك معنا. بداية يعني أسألك عن انطلاق هذه الحملة والظروف يعني التي انطلقت فيها. أهلا وسهلا. الحملة بدأت أو انطلقت قبل يومين، وانطلقت في ظروف طبيعية كالمعتاد، وشهدت كما هو معتاد في الحملات انطلاق، الجميع يستعرض عضلاته في بداية أو ليلة الحملة واليوم الموالي. بعد ذلك الجميع سيحاول أن يذهب إلى الداخل لنيل أصوات الناخبين، لأن غالبية الناخبين يوجدون في العاصمة طبعا نواكشوط وبعض المدن الأعماق الداخلية. انتهز النظام طبعا أو المشرف على الانتخابات، نظام المشرف على الانتخابات انتهز فرصة هذه الفترة من السنة، لأنها فترة ما قبل فصل الخريف، والذي يشهد فيه البلاد أمطار غزيرة وتؤدي الى قطع الطرق، وقد يصعب من اجراء الانتخابات كما حدث في العام 2018. الاحزاب المتنافسه في موريتانيا هي احزاب اغلبيه تناصر او تدعم النظام الحاكم، واحزاب معارضه تقليديه وأحزاب معارضة صاعدة. المعارضة التقليدية في الفترة الأخيرة أصبحت ضعيفة مقارنة بالمعارضة الصاعدة. المعارضة الصاعدة نقول مثلا قطب التناوب الممثل في زعيم حركة إراء وائتلافه مع حزب الصواب، أيضا حركات شبابية ونواب الشباب في البرلمان الموريتاني الذين شكلوا حركات كأمل موريتانيا وحركة جد التي توجد فيها حركات شبابية مثل حركة كفانا المعارضة. هذه الحركات بدأت الآن تأخذ الساحة وتحاول اختطاف الساحة من الأحزاب التقليدية التي شهدت في الفترة الماضية تراجع لاحظه الشارع الموريتاني وعاتبها عليه. ربما هذا العتاب يظهر في التصويت في الانتخابات الجارية التي ستجري في الشهر المقبل. الأحزاب التي تتمسك وما زالت متمسكة بشعبيتها كحزب التواصل الإسلامي
هو حزب ايديولوجي وشعبيته في تصاعد، في كل انتخابات منذ تأسيس الحزب تصاعد شعبيته بشكل كبير. هذا التصاعد ايضا كحزب حديث ربما ياخذ البساط من الاحزاب التقليديه كحزب الاتحاد والتقدم وحزب تكتل القوى الديمقراطيه والتحالف الشعبي التقدمي، التي اصبحت احزاب صراحه الشارع الموريتاني لا ينظر اليها على امل انها احزاب تحاول التغيير المنشود لدى الشعب الموريتاني. لماذا؟ ما الاختلاف؟ ما الاختلاف؟ أخبرنا، لماذا لم تعد يعني تلقى هذا يعني الدعم من الشعب الموريتاني؟ بماذا تختلف برامج الأحزاب الجديدة التي تدخل إلى الساحة عن الأحزاب التقليدية في موريتانيا؟ حسن، سؤال جيد. الأحزاب التقليدية مثل تكتل القوى الديمقراطية شهد انسحابات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، آخرها قبل الانتخابات شهد انسحابات قوية من أطر في داخل الحزب. اتحاد قوى التقدم شهد هو أيضا انسحابات قوية من النائب في البرلمان خديجة مالك جالو، كذلك أثر عليه كثيرا رحيل القيادي البارز في اليسار الموريتاني وهو محمد المصطفى والبدر الدين. التحالف الشعبي التقدمي أيضا شهد انسحابات كبيرة وشهد أيضا تقاعس عن المشهد السياسي، حتى أن ظهور زعيمه أصبح يعد على رؤوس الأصابع في خلال الفترة الماضية. الشارع الموريتاني يعاتب كثيرا، حتى على التواصل الاجتماعي وفي الإعلام يعاتب كثيرا المعارضة التقليدية لأنها صمتت عن ما يجري في موريتانيا خلال السنوات الماضية القليلة الماضية، وخاصة سنوات حكم ما الذي جرى محمد ولي الغزواني الذي ما الذي جرى في ما الذي جرى تراجعت الحريات، ارتفعت الأسعار، شهد البلاد تشهد أزمة اقتصادية كبيرة، انتشر الجوع، الأسعار مرتفعة، الشباب هاجر إلى الخارج. تعرفين الآن مئات الشباب يذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأنه أصبح مهدد بالبطالة وبفقدان العيش الكريم، يعبرون الى الولايات المتحده الامريكيه، ياخذون يعبرون ادغال امريكا الجنوبيه متوجهين الى الولايات المتحده الامريكيه. الاسعار تضاعفت، يعني العطش منتشر، الخدمات العموميه ضعيفه جدا، الصحه ضعيفه جدا، يعني المشاريع التي وعد بها ايضا النظام، المشاريع المتوسطه والمشاريع العملاقه بين قوسين، هي مشاريع لم يرى لها الشارع الموريتاني سوى حبر على ورق. حتى ان النشطاء وعلى التواصل الاجتماعي يتهكمون على لافتات التدشينات، ان اللافته تبقى هي نصب اللافته يبقى وحده هو الموجود في الساحه الموريتاني او في مكان التشييد المشروع. مثلا الجسور التي وعد بها النظام لم يشيد منها اي واحد، القطار، المشاريع توظيف 200,000 شاب. هذه المشاريع أدت وسكوت المعارضة عنها التي خرجت في بيانات بالعكس خرجت في مرات ظهرت في مرات عدة، وهي مع رأس النظام والقائمين على النظام يتصافحون ويضحكون فيما بينهم، حتى وجودهم في البرلمان كان صفرا مقارنة بجماعة قليلة من المعارضين، وهي التي شكل بعضها تيارات سياسية معارضة جديدة مثل أمل موريتانيا الذي يوجد فيه والسيدي مولود والعيد وكاديجة مالك دلو. هؤلاء شكلوا تحالف وبدأوا هذه الانتخابات بقوة ويحسبوا لهم حساب، لأن وماذا تقول يعني هذه التحالفات من شكلها، ما الذي تقوله؟ واليوم إذا ما هذه الأحزاب الجديدة هي التي اقتحمت المشهد، كيف سيتغير المشهد السياسي في موريتانيا؟ للأسف الشديد النظام كان ذكي واستفاد من تجربة 2018، لأن المغاضبين في الحزب الحاكم ذهبوا إلى أحزاب الأغلبية مثل حزب الكرامة، حزب اتحاد قوى التقدم. الآن هناك حزب من الأغلبية صاعد يرأسه ابن عم الرئيس الموريتاني الحالي وهو حزب الإصلاح.
الأحزاب الأغلبية أصبحت كثيرة جدا، وهذا سيؤثر بشكل كبير على المعارضة، خاصة المعارضة الشبابية التي تحاول أن تدخل البرلمان وتحاول أن تدخل المجالس الجوية والمجالس البلدية مستفيدين من قانون النسبية الجديد. هذه الأحزاب ستكون أمام واقع صعب، لأن النظام، حزب النظام أي حزب الإنصاف والأحزاب الداعمة له قوية في الداخل. كل المغاضبين من حزب النظام على الحزب الحاكم لم يغاضبوا على الرئيس الموريتاني، بل توجهوا إلى أحزاب الأغلبية، أي أنهم في الداخل أماكن تواجد القبائل، أماكن تواجد زعماء القبائل، أماكن تواجد هؤلاء سيستفيدون من 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 غضبهم، من الشعبية التي لديهم، وسيستفيد منها رأس النظام الذي ستكون لديه أغلبية للأسف الشديد داخل البرلمان. هذا كلام المعارضة، المعارضة ستكون ضعيفة جدا، ضعيفة جدا أمام والتعديلات. التعديلات اللي أدخلت ومن اعتماد النسبية أيضا بماذا تغير بشكل نظام الاقتراع والانتخابات برمتها؟ التعديلات التي أدخلت ستتيح فعلا، هذه هي من الفرص الجيدة التي قد تتيح للشباب الولوج والشباب والمعارضون الجدد والمعارضة التقليدية، ستتيح لهم التواجد في المجالس الجهوية والمجالس البلدية على عكس ما كان موجود في السابق، أي أنهم ربما يسمعون أصواتهم من المجالس البلدية وربما يسمعون أصواتهم من المجالس الجهوية، لأنهم بحال حصول على أصوات كافية تخول لرأس اللائحة أو مستشار أو إذنين حسب الأصوات المتحصل عليها، سيكون لهم تواجد في المجالس النيابية، في المجالس الجهوية والمجالس البلدية عفوا. وهذا ربما سيكون سيؤثر بشكل إيجابي على تواجد المعارضة في داخل أماكن صنع القرار. لكن هذا يبقى في كما قلت في وجود قوة لأحزاب الأغلبية والمال موجود لدى السلطة والقوة المجتمعية التي يتمتع بها هؤلاء الذين يمارسون السياسة في الداخل، سيصعب على المعارضة، سيصعب على المعارضة خاصة المعارضة الشبابية التواجد بشكل كثيف في البرلمان وفي المجالس الجهوية. ومن هنا نفهم يعني مخاوف المعارضة لناحية تعبيرها عن أن يحصل أي تزوير في هذه الانتخابات. كل الشكر لك أحمد ولد كركوبة، صحفي الموريتاني، كنت معنا من بلجيكا. مشهد اليوم من نيوزيلندا، حيث تتجول طيور الكيوي التي لا يمكنها الطيران في تلال البلاد الخضر للمرة الأولى منذ قرن، بعد حملة للقضاء على الحيوانات المفترسة في المناطق المحيطة بالعاصمة. وانخفض عدد الطيور المحلية التي لا تطير مثل الكاكابو والكيوي في البلاد بسبب التوسع العمراني وبسبب ازدياد أعداد الحيوانات التي تفترسها، وتقدر السلطات بأنه لم يتبقى سوى نحو 70,000 كيوي بري في نيوزيلندا، على الرغم من كون الطائر رمزا وطنيا محبوبا، إلا أن قليلا من النيوزيلنديين رآه في البرية. فاصل ونواصل المشهد. من جديد أهلا بكم. أكثر من ثلث الأمريكيين يعيش في مناطق ملوثة. لماذا يتصاعد تلوث الهواء في الولايات المتحدة؟ وأي كلفة اقتصادية وصحية تترتب على ذلك؟ ولماذا يتركز التلوث في مناطق الأمريكيين الأفارقة؟ وتاليا، ما مدى دقة الحديث عن عنصرية بيئية؟
حول هذا الموضوع معنا من ميشيغان في الولايات المتحدة الخبير والمستشار في علوم البيئة والسموم الدكتور محمد بيضون. دكتور أهلا وسهلا بك معنا. يعني موضوع التلوث موضوع عالمي، لن أبدأ بموضوع لماذا يزداد التلوث في الولايات المتحدة الأمريكية، سأتركه للحظات قليلة بعد، لكن أود أن أسأل ماذا يعني أن نسأل اليوم لماذا يتركز التلوث في مناطق فيها أغلبية من الأمريكيين الأفارقة. أهلا فيكم. أول شيء الحقيقة بأمريكا منعيش تراكمات منذ الأربعينيات القرن الماضي، لأنه الأمريكيين يتجهون، خاصة الأمريكيين الذين يعيشون الفكر المدقع، بيتجهوا ليعيشوا بمناطق صناعية أو هي عندها مخاطر أكبر من التلوث نتيجة وجود مصانع وأكثر المناطق الصناعية حولها. نتيجة هذه التراكم عبر الزمن خلى الناس كلها تصير تلجأ لهذه المطارح لحتى لوجود تسهيلات. يعني لما يكون واحد فقير ما بيقدر يقعد بمناطق اللي هي بعيدة عن المناطق الصناعية، دائما المناطق اللي حوالي المصانع مناطق فيها رخيصة. تسهيلات سكنية فيها تكاليف معيشية أقل، فلهيك بيتجهوا بسوري، يعني يتجهوا communities يعني مجتمعات وبيعيشوا حول هذه المصانع وبتكبر هذه المجتمعات، وهذا بيخلي إنه نسبة مخاطر الصحية تكبر والمخاطر الاقتصادية تكبر ونتيجة التلوث اللي موجود حواليهم. طبعا التلوث مش موجود بس يعني من خلال هذه المصانع، التلوث موجود، تلوث الهواء او الماء او التربه موجود يعني بكل مناطق بكل الولايات، مش بس حوالي هيدي المصانع بس مركز تقريبا، والخطر الاكبر في عنصريه بيئيه بهذا الموضوع. يعني مثلا الحلول اين؟ يعني لو كان صح. من يسكن كان اكثر هم من ذوي البشره البيضاء، الم يكن كان في حلول لهم؟ ام موضوع الحلول متروك لانهم من يعني الامريكيين الافارقه؟ هلا فيناش نقول انه هي تقريبا يعني عنصريه 100%، بس من زمان كان الاهتمام اكبر بالمناطق المسكونه بالبيت نظرا للتراكمات العرقيه بالقدم. بس هلا يعني لنحكي بعد 1980 ظهرت ثورات نتيجه وجود هيدي المخاطر الصحيه والاقتصاديه، ظهر ناس واعيين من هيدي الأقليات الأفارقة أو اللاتينيين أو أي مهاجر، ظهرت ناس طالب بحقوقهم وبإنصافهم بيئياً. شو يعني إنصافهم بيئياً؟ ناس كتير ما بتعرف شو يعني عنصرية بيئية، لأنه هيدا المصطلح وجد حديثاً، اللي هو أنه تخلي عندك تساوي بالوصول بالحق، بالوصول لمياه نظيفة، هواء نظيف، تربة نظيفة، أكل نظيف. هذا الشيء يعني للأسف حول المناطق الصناعية منه موجود، وكان في عدم وعي من بعض الأقليات، لأنه هيدا أسبابه ثلاث أسباب. في عدم وعي كان موجود أدى لهذا التراكم من المجتمع. اثنين، في تقاعس كان من بعض الأشخاص اللي وقتها كانوا مسؤولين وأدى لهذا الشيء، وفي استغلال من بعض الكبار. يعني ف استغلال باي ناحيه؟ مين هن الكبار يعني؟ واي نوع يعني اي نوع استغلال؟ اي نوع استغلال؟ مش استغلال. لما انا مثلا يكون عندي شركه وبشوف انه مثلا ما في وعي عند هدول الاشخاص وما في حدا عم يسالني، بس هذا كان يصير قبل، هلا ما عم يصير. ليه؟ لانه صار في وعي عند الناس. اعطيني مثل الناس. اعطيني مثل سيد محمد. يعني هلا نحن ما فينا نسمي لانه ما عندنا الصلاحيه نسمي، بس فينا نقول مثلا اذا اجت شركه كبيره باي ولايه وقالت انه انا يعني هيدس كان يصير قبل، ما كان يصير هلا، يعني هلا ما بيصير هذا الشيء. قالت انه انا مازال انه ما حدا عم يحكي انا فيه، انه ضلني عم مارس هيدي الممارسات بس ما حدا عم يحكي. بس هلا صار في بكل ولايه في شيء اسمه مكتب العداله البيئيه.
لأن الناس صارت واعية، صار أي شخص أي مجتمع عنده وفاعله فاعل هذا المكتب لكل هلا يعني أنا الأطياف بالولايات المتحدة الأمريكية. نعم، هلا أنا مثلا على مستوى ولاية ميشيغان المسؤول عن الديبارتمنت للانفيرومنتال جاستس اللي هو العداله البيئيه شخص من الافارقه السود، يعني الاصل من الافارقه السود، وهن بيسعوا يوميا وبيروحوا بيعملوا برامج توعيه ولا يخلوا هود الناس توعى انه خلص اذا انت بتشوف انه انت عايش بمجتمع في تلوث عالي لازم تطالب بحقوقك، لازم تطالب بعدالة بيئية. وبنفس الوقت في اللي هن الايجنسيز اللي هن الديبارتمنت للفيدرال ديبارتمنت على المستوى الفيدرالي اللي هي انفيرومنتال بروتكشن ايجنسي والديبارتمنت على الستيت اوف ميشيغان، انا عم بعطي اكزامبل لان انا موجود بهيدي الولايه. صح، هن بيعطوا كل سنه بيرميت، يعني رخصه لهيدي المصانع، وهيدي الرخصه فيها ستاندرد كل سنه بينعمل لها تجديد. يعني انا اذا ما مني مطابق للمواصفات بصير في فايوليشن، يعني بمحاوله للحفاظ على البيئه. طيب من يعني اسمع بيرفكت، يعني هيدا منه مثالي بس هيدا محاوله تقليل من خطر البيئه. طيب خلينا نحكي بالتكلفه الاقتصاديه والصحيه نتيجه هذا التلوث، خاصه لمن يعني يعيشون في مناطق صناعيه. صحيح، هلا نحن اذا بدنا نحكي انه في تلوث هواء، يعني هيدا الشيء في على التداعيات على الورك فورس اللي هي بسموها الثروه الانسانيه او الثروه العمال. اغلبيه هدول المجتمعات اللي عايشين حول المصانع هن اللي بيشتغلوا بالمصانع، يعني هن الاشخاص هدول هن اللي بيشتغلوا لانه هن منهم معلمين هاي اديوكيشن، يعني ما بيشتغلوا بشركات، مضطرين يشتغلوا لهن شغلات الهاي سكول، يعني شغلات اللي مو عن درجه ثانويه او اقل. فهذا الشيء بيقلل التاجيه اليد العامله. اثنين، بيساعد انه بالموت المبكر، وبيساعد انه يعلي الاصابات المرضيه المزمنه اللي هي الكانسر او الامراض الجينيه اللي هي مع النيو بورنز، يعني الأطفال اللي بيولدوا جديد بيخلقوا عندهم أمراض وراثية نتيجة التسمم بالتلوث الهواء، نتيجة هيدول البارتيكلز لهيدول الدست، يعني الغبار اللي بيتكون من كتير معادن وكتير ملوثات الإنسان ما بيحس فيها. يعني أنا هلا مثلا عايش بمنطقة فيها ملوثات، هيدول المجتمعات الفقيرة الأقليات ما بيحسوا ما بيعرفوا انه هني والله انا عم بتنفس هواء ملوث الا اذا كنت في حلمي واعيني. بعيش 20 سنه بفكر انه ما في شيء، ما اشمي شيء، بس افتر 10-15 years، يعني 10-15 سنه بلاقي حالي بالمستشفى عندي كانسر منتشر، وبلاقي اولادي عندهم مرض امراض خلقيه. كل الشكر. اكمل فكرتك بشكل سريع. بشكل سريع، هذا الشيء بيقلل من إنتاجية هيدول المصانع وبيأثر عليهم اقتصاديا، وهذا الشيء كمان بيخليهم إنه يشتغلوا أكثر ليحسنوا هيدا المجتمعات. وهذا الشيء عم يصير هلا، إنه بيصير في استثمارات بالمجتمعات الموجودة حول المصانع ليقللوا من الإصابات الصحية، يعني بيعملوا باركس اللي هن الحدائق العامة، بيزرعوا شجر، بيعملوا كتير اشياء، بيحسنوا من انواع الفلترات اللي بينطفوا الهواء حتى ما يصير في كتير انبعاثات، بيحاولوا يقللوا. يعني هلا مثلا سيارات الكهرباء، مثلا شركه جنرال موتورز، شركات السيارات كلهم عم يتجهوا لتقليل ثاني اكسيد الكربون. وتقليل هذه الانبعاثات. هذا الشيء كله له تاثير ايجابي. طبعا مثل ما قلنا مش 100%، في صرنا يمكن ب 30-40% تحسين بالمستوى، وطبعا هذا كمان لازم يكون في تحسين بالبنى التحتية. صح، لهذه المجتمعات الصينية. كل الشكر لك محمد بيضون، الخبير والمستشار في علوم البيئة والسموم، كنت معنا من الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا ميشيغان.
تنميل أطراف أجسامنا المفاجئ، ما أسبابه؟ أهو نقص الفيتامينات أم الأورام الحميدة؟ نعرف أكثر في صحي وسليم. تنميل الأطراف، نصحى أيام كثير نحن عنا تنميل بالأطراف، كان بالإيدين أو بالأطراف السفلية الإجرين بدون ما نعرف الأسباب، وأحياناً كثير بنكون قاعدين بالبيت بصير عنا تنميل كثير كمان بدون ما نعرف الأسباب، ولكن أسبابه إذا كانت أسباب خفيفة طبيعية هي بسبب الجلوس الطويل على ميلة وحدة مثلاً، الواحد قاعد نص ساعة ثلاث أرباع ساعة ما تحرك وأحياناً أقل فبيصير عنده تنميل، أو بنكون نمنا بالليل على جنب واحد أو ما تحركنا بالليل كمان بيصير عنا تنميل، ولكن إذا كان التنميل سببه مفاجئ كنا نحن قاعدين وصار عنا تنميل مفاجئ قد يكون أسباب مرضية. هاي الأسباب المرضية هي كثير متعددة، يعني مش بس واحد يقول والله أنا دوخان عم نمل خلص صار عنده مرض مزمن أو مرض مستعصي، دائما الطبيب هو اللي بيقدر يحدد لنا شو أسباب التنميل أو أسباب المرض، لأنه نحن ما بنقدر نشخص، نحن بنحس بالأعراض الطبيب بيقول الأسباب. عادة الناس اللي بتصير عندها الحالات التنميل المفاجئ هن إما ناس بياخدوا أدوية كتير مثلا مثل أمراض السكري، اللي بياخدوا دواء للسكري، اللي بياخدوا أدوية للأمراض المستعصية أو أمراض السرطان، أدوية الأعصاب، هذه كلها بتعمل تنميل، ولكن نحن ما بنقدر نقول الكمية قد إيه، طبعا بيحددها كمان مرة بنقول الطبيب. هلأ نقص الفيتامينات، نقص فيتامين B1 B3 B6 وB12 كمان بيؤدي للتنميل، لأنه الجهاز العصبي بيعتمد على هذه الفيتامينات كمان للنشاط. بنفس الوقت إذا كان الشخص عنده أورام حميدة بأماكن معينة بتضغط على الشرايين والأوردة بأماكن معينة كمان اللي هي تقود للأطراف كمان بيصير عندنا تنميل. لتفادي هذا الموضوع لازم ننتبه أنه فيتاميناتنا تامة وكاملة، غذائنا كمان كامل، ونحن عم ناخد الغذاء من مصدر الطبيعي، يعني مش عم ناخد الأشياء اللي ناقصة فيتامينات مثل المواد المعلبة المواد المخزنة، بدنا ناكل أكلنا اللي هو بيكون فريش كل الوقت، وعم ناخد الأشياء الغنية بالمعادن وبالفيتامينات، خضار فواكه سوائل، هذا كله بيساعدنا. إذا أحسينا أنه نحن عنا مرض أو مش عارفين ليه، أهم شيء أنه نحن نزور الطبيب بيعملنا الفحص اللازم وبيعملنا فحص الفيتامينات الكامل، بيعرف شو السبب وبيعطينا حل للمشكلة. من هون نحن لازم ننتبه لصحتنا وما نستهون بقصة الفيتامينات ونستهون بقصة التنميل، دائما لازم نفتش على السبب لحتى نلاقي العلاج. بهذا تكون اكتملت المشهدية لهذه الليلة مشاهدينا، نلتقي غدا بنفس التوقيت. شكرا دائما لطيب المتابعة وإلى اللقاء.